أسعد الله مساءكم مشاهدينا ومتابعين برنامج سيدتي في حلقة جديدة أكيد من برنامجكم، وكالعادة نبدأها بأبرز العناوين. انطلاق نسخة جديدة من منتدى التسويق، قصص ملهمة في اليوم العالمي للتأتأة، الشاعرة والدكتورة دلال المالكي تتحدث عن فوزها بمسابقة الشعر المغنى، دي جي أو فن الدي جي وسر إقبال الشباب عليه. تفاصيل هذه المواضيع وغيرها في حلقتنا لليوم من سيدتي، ونذكركم مشاهدينا كالعادة أنكم تشاركون آراءكم ومقترحاتكم عبر هاشتاغ البرنامج برنامج سيدتي. يوم جديد وأكيد حلقة جديدة من برنامج سيدتي، ورحب فيكم أعزائي المشاهدين، ونبدأ حلقتنا كما عودناكم بجولة على أبرز الأخبار مع مها. مساك الله بالخير ريم، أكيد عندنا أخبار كثير، وكالعادة راح نبدأها بجولة في تعيين أول سعودية بغرفة الرياض. بعد انعقاد لجنة المكاتب الاستشارية بغرفة الرياض اجتماعها الأول ضمن الدورة 18 لمجلس الإدارة الحالي، تم اختيار سيدة الأعمال والمستشارة الاقتصادية الأستاذة عهود عبد الله الغانم رئيسا للجنة أو لجنة المكاتب الاستشارية بغرفة الرياض، لتكون بذلك أول سيدة سعودية تشغل هذا المنصب على مستوى المملكة. ندوة سعودية فرنسية تناقش ضمانات المرأة. نظمت سفارة المملكة العربية السعودية في فرنسا ندوة سعودية فرنسية افتراضية بعنوان المرأة إطار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين. شاركت فيها الأميرة هيفا بنت عبد العزيز آل مقرن المندوبة الدائم للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ونوقش في الندوة التغييرات الكبيرة التي تشهدها المرأة في المملكة على كافة المستويات. مطار المؤسس تجهيز صالات العمرة لاستقبال المعتمرين. بدأت الاستعدادات بمجمع صالات الحج والعمرة في مطار الملك عبد العزيز الدولي لاستقبال المعتمرين، ووضع كل الاحتياطات الاحترازية وفقا للبروتوكول المتبع في ظل وجود فيروس كورونا، رغم أن الأعداد الأولى من المعتمرين ستكون قليلة جدا ومحدودة، وبعد ذلك تزداد تدريجيا. أرامكو أكبر شركة عالمية يحركها الذكاء الاصطناعي. صرح مسؤول من أرامكو أن الشركة تواصل تقدمها في مجال التحول الرقمي بسعيها إلى مضاعفة سعة تخزين البيانات لديها بأربع مرات، لتصبح بذلك أكبر شركة عالمية يحركها الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي المنعقدة أكيد برعاية ولي العهد صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. رئيس سدايا بحلول 2030 سنصنف من بين أول 15 دولة في هذا المجال. صرح رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي أنه بحلول 2030 سنصنف من بين أول 15 دولة في مجال الذكاء الاصطناعي، وسيكون لدينا 300 شركة ناشئة في هذا المجال، وسنجلب نحو 20 مليار دولار كاستثمارات مباشرة في مجال الذكاء الاصطناعي. دورتان لتحكم في أساسيات تصميم وبرمجة الروبوت والسيارات اللاسلكية. انطلقت أمس دورة أساسية تصميم وبرمجة الروبوت لأبناء
جمعية إنسان بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد. والروبوت تحكم وتأتي الدورة بناء مع اتفاقية تحكم جمعية إنسان التي تهدف إلى تفعيل دورة الرياضة لأبناء وفتيات الجمعية. أكيد وتكوين فرق من أبناء وفتيات الجمعية للمشاركة في الفعاليات والبطولات المحلية وأكيد العالمية. الصحة تنشر انفوجرافيك تعريفيا لأهم فحوصات العيون في مرافقها الصحية. نشرت وزارة الصحة انفوجرافيك تعريفيا يوضح أهم فحوصات العيون التي توفرها الوزارة عبر مستشفياتها التخصصية للعيون، وتشمل اختبار عمل ألوان، اختبار الجفاف، فحص النظر، تنظير قاع العين، والتصوير البصري وغيرها من الاختبارات المهمة والأساسية للعناية بصحة العين والحفاظ على النظر. المرور تعمد إصدار أصوات بإطارات السيارة مخالف وهذه عقوبتها. حذرت الإدارة العامة للمرور من قيام بعض قائدي المركبات من إحداث أصوات عالية بإطار سياراتهم، إذ أنها تعد مخالفة مرورية وعقوبتها تصل من 150 إلى 300 ريال. الدفاع المدني يسيطر على حريق تنومة. اندلع مساء أمس حريقا في جبل غلامة شمال محافظة تنومة الواقعة جنوب غرب المملكة، وأكد مصدر مسؤول في الدفاع المدني أن تمكنهم من السيطرة على الحريق. اقتناء 8 لوحات من مزاد الإبل بريشه فنانات سعوديات. ضمن إطار توجيهات ولاة الأمر في اقتناء الأعمال الفنية لفنانين وفنانات سعوديين كدعم لهم ولموهبتهم، تم اقتناء 8 لوحات فنية لفنانات تشكيليات سعوديات. أكيد كان هذا بعد مزاد الإبل، وذلك بعد عرض لوحاتهم والتي نالت إعجاب الحضور والزوار. مصور فوتوغرافي في الهند يستخدم الشمس كخلفية لصورة. أبدع مصور فوتوغرافي يبلغ من العمر 21 عام في التقاط صور إبداعية مستخدما الشمس كخلفية ولعمل أفكار مبتكرة في التصوير. واخترنا لكم مشاهدينا كاريكاتير اليوم من جريدة الرياض بقلم عبد العزيز ربيع بعنوان القمة العالمية للذكاء الاصطناعي. ومن الأخبار ننتقل بكم مشاهدينا إلى تويتر مع تغريدة وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وهو يقول فخور بموظفي وموظفات وزارة الرياضة وهم يكملون برنامج القيادة التنفيذية من جامعة هارفارد للتعليم المؤسسي، تمنياتي لهم بالتوفيق. ومع الهاشتاج الأكثر تداولاً الخميس الونيس. وننتقل الآن إلى الإنستغرام مع الفنانة بدرية طلبة، والتي أعلنت من خلال بوست عن أزمة صحية تمر بها ولم يخلو إعلانها من حسها الفكاهي، وكتبت في منشورها دعواتكم لي بالشفاء من فضلكم، الدور براد ابن حلال خالي من أي شبهات، برد عادي من بتاع زمان، الحمد لله تعبانة جدا. آه
أهم شيء أنه مو كورونا أكيد، والحمد لله على سلامتك. وننتقل الآن مع الفنان محمد رمضان، واللي طبعا شوق محبينا في فيديو من التحضير لتصوير أغنيته الجديدة الشرع محل الأربعة. محتاج تتعلم مننا الحب، الشخلع شخلع والبت شمعة مولعة، من يومها دي مدلعة والشرع محل الأربعة. وأخيرا إلى اليوتيوب مع كمامة متطورة مثيرة للاهتمام، تسمح بالتخاطب على بعد 10 أمتار، تراعي التباعد بنقل الكلمات عبر تقنية البلوتوث للهواتف الذكية. واو، يعني الكمامة جدا غريبة وفعلا مثيرة للاهتمام. عموما مشاهدينا، فقراتنا ما زالت مستمرة، ولكن بعد هذا الفاصل ونذكركم كالعادة تفاعلوا معنا على هاشتاغ البرنامج برنامج سيدتي. مشاهدينا، منتدى التسويق في نسخته 3 بعنوان مستقبل التسويق، والذي ينطلق يوم الأحد ويمتد ليومين، وسوف يشارك في المنتدى 60 مشارك ومتحدث. خلينا نشوف هذا الفيديو التعريفي عن هذا المنتدى وراجعين. لأن التسويق عالمنا، يتجدد الشغف لقائنا عام بعد عام. نعود لكم بنسخة ثالثة من منتدى التسويق، الحدث التسويقي الأبرز في المملكة، لنعكس أبرز التجارب التسويقية ونسلط الضوء على أبرز التحديات والمستجدات التي يعيشها سوقنا المحلي، عبر 10 جلسات ثرية وثلاثة متحدثين ملهمين ينقلون لنا واقع التسويق بتجارب مثرية. منتدى التسويق هنا لأن حكاية التسويق لا تنتهي، من 25 حتى 26 من أكتوبر عبر منصة زوم. لتعرف أكثر على المنتدى نرحب بضيفنا الدكتور يوسف الرشيدي، رئيس مجلس أمناء منتدى التسويق. هلا وسهلا بك دكتور يوسف. هلا حياك الله. يا هلا ومرحبا، شكرا للاستضافة وشكرا لوجودك معنا اليوم. في البداية يا ريت لو تعطينا نبذة أو فكرة عن منتدى التسويق وإيش هي أهدافه. منتدى التسويق طبعا احدى مبادرات جمعيه التسويق، وجمعيه التسويق احدى الجمعيات التابعه لوزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. وجد منتدى التسويق لهدف واضح رئيسي، اللي هو طبعا نابع من الاهداف الرئيسيه اللي اسست على اساسها جمعيه التسويق، اللي هو اثراء المحتوى التسويقي السعودي العربي بشكل كامل، وبنفس الوقت تسليط الضوء على القطاع التسويقي وصناعة التسويق في المملكة ودورها الرئيسي الآن في كافة القطاعات الحيوية في المملكة، بالإضافة إلى يعني تسليط الضوء وتعريف المجتمع السعودي والمجتمع العربي والمجتمعات يعني المحيطة في التجارب السعودية الرائدة في هذا القطاع وكيف وصلنا. الواحد لو يقارن الفترة السابقة من الفترة الحالية، ما شاء الله يعني القطاع في نمو متزايد والمهنية بدأت يعني تتصاعد بشكل يعني محترم جدا ومقبول، والتجارب كثيرة. ولعل المنتدى يعني واستضافته للأعداد الكبيرة من المهنيين والأكاديميين والمختصين في المجال، من طبعا ناشطين ومن فاعلين عاملين في القطاع، لعل يكون يعني أحد الأنشطة الرئيسية للجمعية لتعريف العالم في الأدوار اللي قاعد يلعبونها المهتمين والمختصين في القطاع، بنفس الوقت تسليط الضوء على التجارب السعودية المميزة. نعم، يعني نفهم من كلامك أن المستفيدين من هذا المنتدى أو البرنامج هم الناس اللي مختصين في المجال، المهتمين الأكاديميين، صحيح؟
هذيل موجودين بنفس الوقت طبعا يمكن المهتم ممكن يكون في كل القطاعات. احنا يعني الدور اللي قاعد يقوم فيه التسويق قاعد دور حيوي موجود في كل القطاعات باختلافها الصناعي منها والخدمي وغيره. فما اتوقع ان احد في السوق ايا كان تخصصه ما يتقاطع مع التسويق يعني بشيء هنا ولا هناك، خاصه يعني مدراء الشركات اصحاب الشركات او حتى القطاعات الحكوميه منها. لكن التسليط بشكل عام يعني بشكل عام المستهدفين من المنتدى طلابنا وطالباتنا في إدارة الأعمال وخاصة في تخصص التسويق، إضافة إلى المهنيين العاملين في القطاع على اختلاف طبعا مجالاتهم من كان حكومي ولا كان خاص، والأكاديميين الفاعلين في القطاع بشكل عام من اللي طبعا في إدارة الأعمال بشكل عام، ولكن التركيز على المختصين في التسويق بالتحديد. ذكر دكتور يوسف أنكم راح تسلطوا الضوء على تجارب السعودية المميزة، إيش هي المعايير عشان تكون التجربة هذه مميزة ونقدر يعني نتقاسمها مع الناس أو المستفيدين؟ خلينا نقول يعني إحنا لو نتكلم مثلا عن قطاع ما لم نتكلم عن قطاع بعينه، قطاع الترفيه والسياحة، يعني خلال الثلاث سنوات الماضية كانت في نقلة عجيبة جميلة جدا في ليس استقطاب السائح السعودي بل يعني إلى السائح في المنطقة الخليجية، وذهبنا إلى أبعد من ذلك من المنطقة العربية، وصلنا إلى بعض المناطق الدولية وجذبنا أعداد كثير، وصل الصوت أو وصلت السياحة بأشكالها وقطاعنا الترفيهي إلى أبعد من المحيط القريب. فهذا كانت تجربة كبيرة، كان للتسويق دور كبير جدا في ترويج والإعلان والوصول وصياغة اتصال واضح مع الآخر لجذبهم للسعودية، غير طبعا القطاعات الأخرى الصناعية وغيرها. الآن ما شاء الله البضائع السعودية موجودة على الأرفف في كل العالم. صح. أم هذه تجربة يعني رائدة سعودية كانت في اختلاف مستوياتها من المايكرو شركات إلى الشركات الكبرى كسابق وأرامكو وغيرها. هذه تجارب كثيرة ودنا نسلط عليها الضوء. يعني احنا نتكلم عندنا جلسة مختصة في التحولات التغييرات في قطاع الترفيه والسياحة، عندنا جلسة مختصة في التجارب السعودية الرائدة في التسويق الدولي، وعندنا كثير يعني جلسات مختصة في قطاع بعينه يبرز دور التسويق فيها. فيعني هذه النسخة الثالثة، وما زلنا قاعد نكتشف يعني من نسخة لنسخة ان عندنا تجارب كثيرة للحين لم يسلط عليها الضوء، خاصة في الجانب التسويقي على كل الأشكال. وما شاء الله يعني في ذرية 2030 قاعدين نرى المستهدفات تتحقق على كل القطاعات، وبنفس الوقت الحراك قاعد يعني يتصاعد بشكل إيجابي وكبير. ويعني للأسف ما زال يعني في مثل تقصير لتسليط الضوء على هالتجارب الجميلة المميزة في شتى القطاعات، وخاصة التسويق كتسويق نفسه. يعني يمكن من سنتين وثلاث بدأ يأخذ وضعه، مع أن التسويق يعني دوره أزلي في كل القطاعات، لا قطاع يستطيع أن يحيا بدون تسويق. التسويق تبدأ الدعوة من الفكرة إلى القائمة على احتياج أو إيجاد احتياج في السوق، تنتهي إلى الوصول إلى المستهلك. والحين ما شاء الله عندنا القطاعات الحكومية قاعد تقدم خدمات كثيرة للمواطنين، فالتسويق لاعب دور رئيسي في القطاع الحكومي قبل القطاع الخاص. أكيد، ولا إحنا كيف راح نعرف عن هذه المنتجات أو هذه الخدمات دكتور يوسف؟ لكن كمان حابين نعرف أبرز المواضيع اللي بيتناولها المنتدى أو الجلسات هذه. عندنا تقريبا إن شاء الله راح تكون عندنا 11 جلسة رئيسية، وعندنا اثنين متحدثين رئيسيين. الجلسات تركز على أكثر من قطاع، مثل ما قلنا عندنا السياحة والترفيه، عندنا سلوك المستهلك في جلسة مختصة في سلوك المستهلك ما بعد كوفيد-19، إيش صار التغيرات خاصة في أكثر من نقاش على قضية أن الحالة القائمة على سلوك المستهلك فقط أثناء كوفيد، طيب بعد كوفيد راح نرجع على ما كنا عليه. هذا نقاش ما بين أكاديمية براكتيشنز راح يجون ويحضرون ويقدمون هالديبيت الجميل، بالإضافة إلى أزمة الطلب اللي سارت خلال فترة كوفيد على المطاعم، كيف التسويق كان له دور في تحريك القطاع أثناء الحظر الجزئي وصولا للكلي وبعدين الجزئي لين رجعنا للانفتاح الثاني، ولكن الناس الآن بحذر
التسويق كان لعب دور كبير في قطاع المطاعم بشكل ضخم. نفس الوقت عندنا قطاعات مثل قطاع الاي اي، والان عندنا القمه العالميه الاي شغاله، ففي جلسه متخصصه في قضيه كيف الثوره الصناعيه الرابعه وجزء منها طبعا الذكاء الاصطناعي له اثر ايجابي على تغيير صناعه التسويق حاليا وفي القادم، وغيرها من جلسات يعني يمكن كثيره نتكلم عن اثر البيانات على فرضا في تأثير على جعل خدمة أو جعل تجربة العميل في الشركات إيجابية مميزة، لأن البيانات صارت ضخمة ومعالجتها صار أمر ما هو بسهل. بنفس الوقت يعني خرجت تطبيقات كثيرة تخدم العاملين في قطاع التسويق لاستخدام البيانات استخدام البيانات لجعل تجربة العميل سهلة بالفعل، والتطبيقات كثيرة الآن في السوق اللي يعني تتعاطى مع بياناتك الخاصة وتوصل إلى مرحلة أنه ممكن تقدم لك حلول بشكل أو بآخر جعل التجربة أجمل من مثلا 3-4 سنوات سابقة. نعم. لازم العلم التسويق أو التسويق يواكب الإعلام الجديد عشان برضو يحقق أهدافه. الآن إحنا في النسخة الثالثة وراح تكون عن بعد بحكم طبعا الوضع الراهن اللي بنمر فيه أو بيمر فيه العالم خلينا نقول، ولكن لما نتحدث عن النسخ السابقة كيف كان الإقبال عليها؟ كان جميل للأمانة، يعني احنا نتكلم عن يعني المنتدى ابتدى ب 2018 وتكلم عن حضور كان يصل الى 2000 شخص حضوريا، المرة الاولى كان 1500، المرة الاخرى وصلنا تقريبا 2600 على مدى اليومين. طبعا احنا وجد المنتدى على اساس يكون منصة حاضنة للمسوقين في المملكة والمهتمين في القطاع، فاحنا طبعا يعني في النهاية كنا نتمنى يكون حضوري، ولكن التزام للإجراءات والتباعد للظروف اللي نسأل الله أن يزيلها الغمة عاجلا ليس عاجل خليناها عن بعد. فتجربتنا السنتين الماضيتين كانت مميزة جدا، ونرجع يعني نرجع للتفاعل لتميز المحتوى المطروح. بنفس الوقت السوق يفتقر إلى يعني منتديات مختصة موجهة للقطاع بشكل عام. نعم. طيب بالنسبة للناس اللي حابة تشارك دكتور، يعني وحابين يحضرون هذا المنتدى، كيف طريقة التسجيل ومتى تبدأوا؟ احنا يمكن قبل لا نبدأ البرنامج بثلث ساعة طلع رابط تسجيل على حسابات ومنصات المنتدى على تويتر وإنستغرام وغيره، فالتسجيل متاح للجميع. النسخة مجانية متاحة للمهنيين والطلاب والموظفين بشكل عام، واللي يميز النسخة هذه أنها نسخة استثنائية في وقت استثنائي، راح يكون طبعا بشراكة استراتيجية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبحضور معالي وزير الموارد إن شاء الله. فجزء أصلا يعني شيء يذكرنا جزء يعني مين رئيسي من ما سيتم فيه، راح تكون في جلسة مختصرة في توطين مهن ووظائف القطاع التسويقي، بالإضافة سنوقع إن شاء الله اتفاقية تعاون مشترك بين الوزارة والجمعية وصندوق تنمية الموارد البشرية هدف. فأبد يعني أهلا وسهلا في الجميع، ونرحب بالجميع للتسجيل والحضور. طبعا يعني الميزة أنه مسائي، راح تبدأ الجلسات 4:30 مساء وتنتهي تقريبا قرابة 10-10:15. طبعا مثل ما قلنا التسجيل، وراح توصل إن شاء الله إيميلات ومسجات على روابط البث المباشر قبل الجلسات إن شاء الله بنص ساعة. جميل. رئيس مجلس أمناء منتدى التسويق دكتور يوسف رشيدي، شكرا لك، نورتنا. طول لي عمرك، شكرا لكم تحت الفرصة. مشاهدينا فاصل وأكيد من بعده مكملين، لكن نذكركم تتفاعلون معنا على هاشتاق البرنامج، هاشتاق برنامج سيدتي. في مثل هذا اليوم من 22 أكتوبر تحتفل المنظمات الأممية والهيئات المعنية للتضامن مع مرضى التأتأة،
حول العالم وتوعية الجميع بكيفية التعامل معهم، فكيف نتعامل مع الأشخاص الذين يعانون من التأتأة وكيف نتغلب عليها أو كيف تغلب عليها آخرون؟ أكيد رح نحكي في هذا الموضوع أكثر مع الأستاذ عبد العزيز مستور الغامدي، مستشار أسري وتربوي بمركز تعارفه للإرشاد الأسري. مساك الله بالخير أستاذ عبد العزيز. مساء النور. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة ولكم السبق دوما في قناة روتانا خليجية برنامج سعيدتي في مشاركة الاحتفالية باليوم العالمي للتأتأة أو اليوم الدولي للتأتأة. طبعا اليوم العالمي للتأتأة له تقريبا 22 سنة، من عام 1989 ميلادي بدأ الاحتفال لرفع الوعي لدى الناس بتعريفهم عن التأتأة بالمتأتئين. حوالي تقريبا 70 مليون شخص في العالم لديه تأتأة، يعني ما يعادل 1% من سكان العالم. طيب لو نجي نتكلم عن التأتأة، هل هي مكتسبة أو ممكن أن الطفل يولد فيها؟ كيف بتجي التأتأة أصلا؟ لا، التأتأة في البداية يعني نذكر مفهوم التأتأة اللي هو اضطراب في المخارج الأصوات الكلامية والكلام والتدفق الكلامي، أو أن يكون لديه منع في التدفق الكلامي. غالبا ينشأ أو توجد المشكلة من سن 3 إلى 5 سنوات، هذه تعتبر مرحلة نمو الطفل واكتساب للغة، هذه تعتبر المرحلة المبكرة للتأتأة. طبعا في التأتأة المتأخرة ما بعد سن الدراسة، التأتأة لا يوجد لها سبب دقيق للتأتأة، لكن هناك عوامل مؤثرة لوجود التأتأة، منها عوامل وراثية، عوامل بيئية نفسية، عوامل نفسية للطفل، عوامل تطويرية في البيئة، تتشارك جميعها في حدوث التأتأة. طب يعني أستاذ عبد العزيز، في أطفال ما يكون عندهم تأتأة بس يكون عندهم مثلا ما أعرف إيش يسمونه، خجل اجتماعي، وما عندهم طلاقة في الكلام. يعني يقول كلمتين ويسكت، طب كمل السالفة، كمل الموضوع، ما يكمل. فهل هو يعتبر نوع من أنواع التأتأة أو هذا شيء مختلف؟ في البداية التأتأة، تشخيص التأتأة يحتاج لفريق متعدد التخصصات. فريق متعدد التخصصات يبدأ يبحث ويسأل على العوامل المؤثرة في وجود التأتأة. تختلف مثلا التوقف، إنه والله خجول، إن هذه أمور واضحة، لكن فيها اشتراك في عوامل مشتركة في أنه الطفل هذا عنده تأتأة، مثل الوقف والتكرار، عمليات الوقف والتكرار والإطالة. مثلا آسف، مثلا كلمة آسف في الوقفية، آسف، هذا يوضح أن عنده وقفية، مشكلة وقفية. مشكلة في الاستطالة، آسف. في الترددية، آسف 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 آسف، يعني يبدأ يردد الكلمة أكثر من مرة. فهذه من الأشياء المشتركة والعوامل المشتركة التي تحدد أن عند الطفل تأتأة. أيضا تعبيرات الوجه، لما إغماض العين، رعشة الفم، ملامح الوجه، تغير ملامح وجهه، يعني يلاحظ عليها الشدة ومحاولة أنه يتكلم. صحيح. فهذه من العوامل التي تعتبر دلالة للتأتأة. هل هي حالة يعني في موقف معين يمر فيه الطفل أو الشخص حتى يصاب بالتأتأة، ولا هي ملازمة معاه طول الوقت؟ لا، شوفي، حنا في البداية نبحث للعامل الوراثي. أنه هل في تاريخ العائلة في تأتأة؟ الآن 66% من الأطفال اللي عندهم تأتأة يكون بالعامل الوراثي. في أيضا نشوف مثلا مشاكل نفسية، مثلا عند الطفل مشاكل نفسية، تعرض لموقف لشيء. أيضا مشاكل عضوية، خصوصا إذا كان الطفل في بداية عمره 3 سنوات 4 سنوات. في أشياء يعني مثلا في البيت، مثلا المشاكل الأسرية، الأشياء، الحرمان، هذه من الأشياء المؤشرات لوجود تأتأة لدى الأطفال. أيضا في تأتأة متأخرة لإصابات الرأس، تعرض الدماغ لأي إصابة،
لأي ربوض، هذه في الجانب العصبي وليس النفسي. طب يعني نجي لموضوع العلاج أستاذ عبد العزيز، ذكرت أنه في وراثي وممكن يكون مكتسب بعوامل نفسية نعم. والحين ذكرت لنا اللي هي العصبية بسبب إصابة أو أي كان، هذول الثلاثة يعني نبغى نعرف كيف طرق العلاج وإيش أسهل وحدة أو حالة ممكن أنه يتم علاجها. طبعا لم يثبت إلى الآن أي علاج للتاتا، علاج بشكل مباشر للتاتا، لكن التاتا في المراحل بعد اكتساب اللغة وفي مرحلة ما قبل المدرسة يسهل علاجها بمعرفة إيش العامل المؤثر. إذا مثلا بحثنا وجدنا أنه ما هي مثلا مشكلة وراثية، نبحث إلى نتقص نشوف إيش المشكلة اللي في البيت، مثلا ممكن الطفل تعرض لصدمة نفسية، ممكن لمشاكل داخل الأسرة، ممكن شيء. الشيء الآخر لهذا الشيء أنه إذا كان قابل للوراثة وفي شيء وراثي أن يكون تعلم أكثر من لغة، لأنه عبء على الدماغ، عبء على الدماغ لما يكون في أكثر من لغة يكون في عبء على الدماغ فتحدث التاتا. لكن في طرق علاجية نستخدمها في المركز تخف من وتيرة التاتا إلى تلاشيها بعد سن المدرسة، أحيانا تلازم، لكن الغالبية إلى 75% من التاتا يعني تختفي في مرحلة البلوغ. نعم، احنا عندنا حالة تخطت مرحلة التأتأة وانتصرت عليها بل ووصلت لمنصب كبير كمان في اللغة العربية، طبعا من متتأتئة إلى ملهمة في منصات الإلقاء. نرحب معنا عبر الهاتف بالأستاذة وفاء بنت عبد العزيز الروساء، رئيسة قسم اللغة العربية في إدارة تعليم محافظة المجمع. يا هلا وسهلا بك أستاذة وفاء. يا هلا والله وسهلا، حياكم الله. هلا وسهلا بك، احنا سعيدين بوجودك معنا وسعيدين بانك تشاركينا هذه التجربه وهذه المرحله اللي مريتي فيها. رحلتك مع التأتأة كيف كانت؟ اولا سعيده بانضمامي لبرنامجكم الجميل ومذيعات متألقات دائما. رحلتي مع التأتأة هي لا اذكر بالضبط متى بدات التأتأة، ولكنها كانت في عمر مبكره. منذ الطفولة يعني؟ منذ الطفولة، يعني اللي أذكره أني كنت فصيحة اللسان ومخارج الحروف عندي سليمة. هذا اللي كنت أذكره، لكن بالضبط متى بدأت ما كان عمر معين يعني. ردود أفعال الناس لهذاك الوقت ما كان فيه أصلاً الاهتمام بهذا الموضوع، فلم يكن يسلط الضوء على التأتأة وما كان فيه توعية بهذا الموضوع. أيوة ما كان فيه، ويمكن هذه من الجوانب الجميلة على فكرة أنه ما نسلط الضوء عليها كثير، فما كان فيه هذه ردود الأفعال القوية. نعم. طيب يعني أستاذة وفاء، خلينا نتكلم أثر التأتأة كان في حياتك، يعني بالنسبة للثقة، بالنسبة لمواجهة الجمهور، بالنسبة لمثلا المناسبات الاجتماعية، كيف كان أثرها؟ لو يعني أقول لك أختي الكريمة أنها ما كانت تهمني بتاتا، يمكن هذا هي اللي ساعدتني على فكرة. أن الثقة بالنفس هي سلاح المتأتأ، إذا فقدها فقد السيطرة عليها. فأنا الحقيقة كنت من صغري أطلع للطابور، من لما كنت بالصف الثالث ابتدائي. صحيح في كلمات متأتئة، صحيح في، ولكن ثقتي بنفسي أنا يعني هي ساعدتني على أني أتجاوز ربما الضحكات أو التنمر. نعم. ممتاز. طب أستاذة وفاء، هل هي كانت يعني عندما كنت تمر بحالة معينة مثلا الخوف أو الخجل كانت تظهر هذه التأتأة أو كانت ملازمة معك طول الوقت؟ ملازمة معي، يعني سواء في موقف مريح، طبعا هو أكيد أنها تقل مع الأصدقاء المقربين الأهل، أكيد أنها تخف. تكون يعني تزيد متى؟ عندما يكون تتعاملين مع ناس لهم سلطة عليك، يعني معلمة، دكتورة في الكلية، أو شخص غريب مثلا. عشان كذا نقول للأهل لا تجبرون أطفال يتحدثون أمام ناس غرباء، هنا الآن نضغط عليه وبالتالي يضطر إلى أنه يتلعب. صح.
طيب يعني أستاذ وفاء، خلينا نتكلم عن تخطيك لهالمرحلة. ما شاء الله، أنا يعني أهنيك على الثقة وأهنيك على إيمانك بنفسك. فعليا قلتي كلمة مرة حلوة، اللي هي الواحد يعني لا يركز على المتنمرين ولا يركز على الناس السلبية في حياته فعلا. لكن حابين نعرف وين كانت نقطة التحول، شلون قدرتي تتخطين وما شاء الله تبارك الرحمن وصلتي اللي أنت فيه الآن؟ أنا أقول من البداية مواجهة الجمهور هي كانت بالفعل نقطة تحول عندي. أنا من ظهوري للطابور في الصف الثالث استمريت طبعاً. نعم. تعرفون حفلات المدارس نهاية العام. نعم. كنت أحرص أني ألقيها، أصلاً الحمد لله صوتي يمتاز جهوري. يعني جهوري نعم. في ثقة فيها، ما أدري فيه مزايا الحمد لله ربي أعطاني إياها، فأنا استغليت نقطة القوة اللي عندي هذه. جميل. صحيح أنه أحياناً أتلعثم، ولكن فيه نظرات إعجاب بصوتي وهذا يعتبر تعزيز. فيه تصفيق حار لي وهذا يعتبر تشجيع الآن لي. صح. فهذه الأشياء بدأت تساعدني على أني أتخطاها. أيضاً كنت أدخل في غرفتي وأقرأ بصوت عالي القرآن الكريم وأكد على تلاوة القرآن الكريم، لأني كنت من مرتادي تحفيظ القرآن الكريم. فالحقيقة قراءة القرآن وحفظه من أهم العوامل اللي تساعد على التخلص والتأتأة. يعني شوفي أنا الحين ترى أكلم كلمة معي ورقة، الارتجال والاسترسال هذه نعمة أعطاني الله عز وجل، يعني مو بس أني تخلصت منها، لا أنا أستطيع الآن أني أرتجل وأسترسل أيضا بالموضوع. فاللهم لك الحمد لك. ما شاء الله عليك أستاذة وفاء، شكرا لك وشكرا لمشاركتك معنا هذه التجربة في هذا اليوم المهم اللي بنوعي فيه الناس عن موضوع التأتأة. أعود لك يا أستاذ الفاضل، طبعا سمعنا تجربة الأستاذة نعم. وفاء كيف تشوفها؟ هي طبعا بالعزيمة والإصرار والثقة بالنفس، أيضا مساعدة معلماتها ووعيهم، لم تلتفت للجانب السلبي اللي هو التنمر، ذهبت باتجاهها للجانب الإيجابي وكيف تعاملت مع التاتا، أيضا وجودها في الخلوة في البيت، في يعني تطالع في نفسها في المرآة وتتكلم مع نفسها، تغير طبقات صوتها، في مساعد في أنه تخف وتيرة التاتا إلى أن تلاشت بحمد الله. وهذه العزيمة والإصرار وأيضا الوعي العام ل التغلب على التأتأة بهذه الطرق. نعم. طب كيف تشوف أستاذ عبد العزيز أو تفسيرك لبعض الناس يكون مثلا في الحديث العادي عنده مشكلة في التأتأة فعلا واضحة وصريحة، لكن مثلا يلقي شعر تلقاه منطلق ما شاء الله، ما في أي تأتأة في الموضوع، أو مثلا يغني تلقاه يغني ومسترسل. ففي ناس كذا، وأنا شخصيا يعني قد قابلت ناس كذا واستغربت، يعني الأمانة أنا خجلت أني أنا أسأل السبب، لكن إيش تفسيرك لهالحالة؟ لعل في الشكل التأتأة اللي عنده يكون في البداية، في بداية حديثة، بعد ذلك يسترسل، إضافة إلى تغير طبقات صوته، النزول الطلوع في طبقات الصوت، هذه يعني تجعله يركز في الطبقات، لا يركز في حديثه وفي كلامه، يركز في الطبقات فتختفي. فهذه من الأشياء اللي أو من التأتأة، نسميها التأتأة البسيطة أو حدتها بسيطة، وقد تتلاشى بالتحكم بنفسه، في خصوصا إذا كان ما عنده ضغط مثلا، وكان ما عنده ضغط وتوتر وكان مرتاح ينطلق. يعني أنت تتوقع حفظه مثلا لأبيات الشعر أو حفظه للأغنية أو أيا كان اللي بيقوله مركز هو بالحفظ، فممكن هذا يساعد، ممكن غير لما أنه مثلا يتكلم عفوي ويعني يفكر في نفس الوقت اللي هو يتكلم ممكن فيه. عفوي، لكن التأتأة كما ذكرت انه في سن الطفوله اللي هو قبل المدرسه وفي سن المدرسه في البدايه لعلها تختفي مع البلوغ لعده اسباب. وش الاسباب؟ لما نشوف اول عوامل المؤثره، لما نعالج العوامل المؤثره تختفي ممكن. في بالتدريج. لكن ما يزيد وتيره التاتا عدم الذهاب لفريق متعدد التخصصات، المحاولة الفردية،
أيضا يعني المحاولات قد تكون عائق، وتكون أيضا الأهل لما مثلا في التعزيز يكون تعزيزهم سيء، يعني بإعطائهم تعزيز بشكل مستمر. هذا الطفل ذكي فيحاول أن يتقمص عند تأتى شديدة للحصول على المعزز. فالمفترض أن يكون هناك أيضا من فريق المتعدد المتخصصات وجود أخصائي نفسي يعني التعامل مع الجانب السلوكي والتعزيز وإفهام الأسرة بالإطفاء، استخدام الإطفاء بدل من التعزيز. هذه كلها العوامل المؤثرة التي يشترك فيها فريق متعدد التخصصات. بإذن الله يعني نجد الطفل بعد فترة أنه تحسن بشكل كبير وعالي. نعم. طيب أستاذ عبدالعزيز، إيش نصيحتك للأشخاص اللي يعانوا من التأتأة طبعا بمناسبة هذا اليوم العالمي؟ هي طبعا الاحتفال، وش سببه الاحتفال؟ لماذا من 22 سنة صار احتفال؟ لأن في أطفال لديهم تأتأة تركوا المدرسة، أطفال حاولوا إيذاء أنفسهم، أطفال يعني أثرت عليهم بشكل سلبي، في دمرت نفسياتهم، جعلتهم حتى المنظمات والوظائف قد لا تتقبلهم بحكم عندهم تاتا. فوجود مثل هذه الاحتفالات، طبعا كل يوم 22 أكتوبر يكون هذا الاحتفال، في مؤتمر من 1 أكتوبر إلى 22 أكتوبر، مؤتمر سنوي يقام للوعي. لما يذهب الأسرة، لما تذهب للمركز ويكون في فريق متعدد التخصصات، تسهل عليهم أمور كثيرة. يعني في بعض الآباء يعني يتلاشى الذهاب بحكم أن الطفل لا يرغب أن الطفل يعرف أن عنده تأتا، الطفل في موضع غير دراية. لكن بعد فترة يبدأ يعني يستوعب أن عنده مشكلة، ويبدأ في صراع نفسي. فدائما أنصح الأسر بعدم التهاون في وجود المشكلات، لأن حتى في الفريق متعدد التخصصات يعمل على تشخيص الأسباب، العوامل المؤثرة. ما في سبب مباشر وسبب، لكن الاعتقادات السائدة والكبيرة أنه نبحث وش العوامل اللي وصلت الطفل إلى أن عنده يكون عنده تأتا. وأيضا التعامل مع المتأتين في مرحلة مبكرة يساعد على دور تجاوزها في حتى قبل دخول المدرسة. بالفعل أستاذ عبدالعزيز، التدخل المبكر جدا ضروري. جدا مهم. شكرا لك وشكرا لوجودك معنا اليوم. العفو، حياكم الله. مشاهدينا، لا تنسوا تتفاعلوا معنا عبر هاشتاغ برنامج سيدتي، أراءكم واقتراحاتكم وكل المواضيع اللي حابين نتكلم فيها. خلونا نرجع نطلع فاصل ونرجع نكمل باقي الفقرات. أول تطبيق مخصص لنقل السيدات والعوائل بقيادة كباتن من السيدات. خلونا نتعرف أكثر على هذا التطبيق من خلال صاحبة الفكرة في تقريرنا التالي. تطبيق نواعم، تطبيق سعودي للأندروير والآيفون والآيباد، سهل، بواجهة يمتاز بواجهة سهلة باللغتين العربية والإنجليزي. يمتاز تطبيق نواعم بأنه يوفر الخصوصية التامة للسيدات، وسعودي 100% كباتن، إن شاء الله كباتن كلهم سعوديات 100%. يعني نطلع أن نوفر أكبر خصوصية للسيدات، ولا يعمل فيها أي رجل غير كباتن سعودية. جت فكرة تطبيق نواعم من أنه ما في أي تطبيق يعني يوفر خصوصية عالية للسيدات. يعني بنلاحظ أنه التطبيقات الأخرى بيجي رجل بياخذ فتاة أو سيدة بيوصلها، أو أحياناً يعني اللي بتيجي كابتن برضو بتكون سيدة، لكن الاحتمالية 50% 50% رجل 50% سيدة. لكن في تطبيق نواعم 100% سيدة، اللي كابتن اللي بتأخذ الطلبات وتوفر التوصيل للسيدة. ردود فعل الناس فعلا جميلة ولا توصف.
يعني فعلا تخلي انه الواحد يتحمس انه يشتغل اكثر على التطبيق ويوصله لاعلى مستوى من التطبيقات الثانيه. ردود الفعل جدا جميله، توصيل السيدات، بتوصيل الطالبات الموظفات فوق ما تخيلنا والله. اكثر الصعوبات اللي واجهناها في التطبيق اللي هي عدم توفير الكباتن، لعدم معرفه الناس بالتطبيق، لسه ما تعمم التطبيق على الكل، ما عرفوا الكل، ما وصل لأكبر عدد إحنا نحتاجه. لذلك استعنا بجامعة نورة، المدرسة القيادة بجامعة نورة وبجامعة جدة، بمعرفة المستفيدين بخدمة التطبيق. الحمد لله وصلنا لأعداد كبيرة وما زال نتواصل معاهم ويدخلوا معنا في التطبيق ونوصل إن شاء الله للعدد المرغوب. كما أنه وزارة الموارد البشرية مشكورة، قدمت دعم للتطبيق وباقي التطبيقات لتوجيه المركبات بدعم مادي شهري يحقق الخصوصية والتوفير لتمكين المرأة اقتصاديا بناحية كبيرة. يعني جميل جدا هذا التطبيق، ان شاء الله بكون اول الناس اللي تحمل هذا التطبيق. حلو فعلا، خصوصيه يا ريم، وحتى في بعض البنات يعني يستحون، في بعض البنات صغار طالبات، يعني حلو انها تكون مع يعني سيده زيها. بالفعل اكثر شيء عجبني الفكره ومبداها، وكثير يمكن يعني طالبات صغار مثلا يروح المدرسه افضل انها تكون مع سيده بتسوق، هذا شيء مره حلو ومره سهل علينا وبيسهل على كثير سيدات، يمكن حتى البنات اللي بيسوقوا الان وحابين انهم يكونوا كابتن بس مع بنات يوصلوهم، فهذا التطبيق جدا رائع، تطبيق نواعم. صحيح اتفق معاك، وان شاء الله كل التوفيق لهم، وان شاء الله نشوفه في كل انحاء المملكه ونشوف يعني بنات كباتن كثير يسجلون فيه. عموما مشاهدينا مكملين معاكم باقي فقراتنا لليوم، ولكن نذكركم في التفاعل على هاشتاج البرنامج برنامج سيدتي. للشعر والشعراء حضورهم أكيد المميز في كل مناسبة سواء كانت ثقافية أو حتى وطنية، واستضفنا هنا في سيدتي اليوم طبعا أكيد استضفنا في السابق الكثير من الشعراء اللي برزوا في الساحة لقوة وجمال أشعارهم، ولكن هذه المرة استضافتنا استثنائية كونها بتكون مع شاعرة سعودية فازت مؤخرا بمسابقة للمجد والعلياء للشعر المغنى والتي أقامها النادي الأدبي بالرياض. ليث أبى إلا الكرامة موطنا، فلتذ عيشا بعدها ومقيلا، في كفه اليمنى أمان عدالة، ويحيل باليسرى العدو ذليلا. دخل خلونا نرحب بضيفتنا لليوم الدكتورة دلال المالكي شاعرة. هلا حياك الله. ما شاء الله عليك، يعني بدعتي لا قوة إلا بالله، حكينا كيف كانت البداية دكتورة؟ البداية مع النص ولا البداية الشعرية؟ البداية الشعرية أكيد. البداية الشعرية كانت في البداية يعني شغف بالموسيقى، بالنصوص المغناة،
يعني في المراحل الطفولة الأولى يمكن كانت أقرب ما لنا يعني هذا الشيء لدى الجدات عندما يغنينا القصائد ويأتينا بالألحان الجبلية، لا سيما أنا من بيئة جبلية. ثم بعد ذلك يعني بدأت بعد القراءة وتلمس ملامح الكتاب بدأت أتعرف على النصوص المكتوبة، الدواوين الشعرية والقراءات المختلفة. المحاولات الكتابة كانت يعني جدا متأخرة، ومحاولاتي الأولى لم تكن تظهر أبدا يعني، لكن محاولات الكتابة التي ظهرت متأخرة جدا وظهرت ناضجة يعني تقريبا من 2014 تقريبا. طيب دكتورة دلال، لو تكلمين عن أسلوبك في الكتابة، هل تحبي استخدام اللغة العربية الفصحى أم النبطي أم غيره؟ ليش؟ عموما الكتابة يعني كتابتي بالفصحى دائما، يعني بعيدا عن أن أنا متخصصة في اللغة العربية، فمسؤولية التخصص وشغف اللغة العربية ومسؤولية الشاعر أيضا يقع على عاتقه حمل كبير في الحفاظ على اللغة. بعيدا عن هذا كله، اللغة الفصحى هي الهوية. مظبوط كلامك، صحيح. طب أول قصيدة لك إيش كانت؟ ما أتذكر أول قصيدة يعني. طب أول قصيدة خلينا نقول مثلا لاقت نجاح، لاقت أصداء، القصيدة اللي يعني تعني لك أكثر شيء؟ يمكن القصائد الأولى التي طبعت في الديوان الأول، ديواني الأول عبرتني حلما، طبع في نادي الرياض في 2015. من القصائد الأولى التي يعني يحتوي هذا الديوان قصيدة قيثارة أنثى. تقدرين تسمعين جزء منها؟ أقرأ لكم منها؟ أكيد، تفضلي. حياتي مزيج من اللاحياة، وبعض الجنون وبعض الأسف، وموج الصبابة يجتاحني، وشوقي جناح صغير يرف، فلن الناي يمنحني سلوة، ولا العود يمنع قلبي التلف، أطمئن روحي بقرب الشفاء، وأن العواصف قد تنصرف، ولكنه الحزن يختارني، كأني فضاء كثير الترف، أسرح دمعي بليل الشقاء، وفي الفجر أضرب كفا بكف، فيا عشق أي شفاء لنا، وعام مواجعنا ينتصف، وكل تراتيلنا حسرة وبوح شجي، وأوهام ليل وبوح أسف، مع النهر أجريت شبابتي كأنثى غناء أتت تعترف، سأعزف للحب قيثارتي بلحن شجي لكل شغف، تطل من القلب أحلامه وكل أمانيه بعض صدف. الله دكتورة دلال، يعني ما أجمل لغتنا العربية وهذه البلاغة اللي بتستخدميها والكلمات الجميلة. حلو إننا نرجع للغتنا العربية ونحافظ عليها وتكون زي ما قلتي هوية لنا. أبغى أسألك عن وجود الشاعرة السعودية اليوم في الساحة. يمكن زمان كنا نشوف تظهر العديد من الشاعرات بحكم كان في مجلات تتبنى هذه المواهب، صح إنهم كانوا يظهروا على استحياء بأسماء وهمية أو مستعارة، ولكن كيف تشوف اليوم وجود المرأة السعودية الشاعرة في ساحة الشعر؟ الحمد لله، نحن يعني في هذا العصر المرأة ظهرت في كل المجالات وليس الشعر فقط. وفي الشعر أيضا هناك أسماء لامعة كبيرة موجودة سابقا وأسماء جديدة ظهرت، لكن المهم بالقيمة وليس في العدد أو في الكم الموجود. نعم. طب بالنسبة يعني خطك أو خط الشاعرة يعني اليوم، إيش الخط اللي تحبين تكتبين فيه أو إنه مفتوح اللي تحسين فيه تكتبين؟ يعني هل تخصصتي في لون معين في الشعر؟ أنا أحب أن أكتب نفسي، يعني أن أكتب المرأة عفوية، أي الشيء الذي يمثلني. يعني إن كنت حتى في الحرب يعني تظهر المرأة، حتى في يعني في أشياء كثيرة تظهر المرأة، فأنا أحب زاوية المرأة دائما، وهذا الشيء اللي احنا نحتاجه. يعني نبغى مرأة تمثل المرأة وإحساسها وتجاربها وكل شيء. في بداية هذا اللقاء استمعنا إلى كلمات جميلة من كتابتك وغناء رامي العبد الله عن الوطن وحب الوطن. هذه المشاركة هي في مسابقة مقامة من النادي الأدبي بالرياض، وفزتي بها بنصك الشعري بالمركز الأول. كلمينا كيف كانت البداية، كيف جاءت الفكرة، وكيف شاركتي بهذا الشعر، وكيف كتبتي إحساسك اللي كتبتي فيه هذه القصيدة؟
المسابقة نظمها نادي الرياض، كانت مسابقة للشعر المغنى. فكرة المسابقة تقوم على ثلاث لوحات شعرية. اللوحة الأولى تتحدث عن جهود المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله، اللوحة الثانية تتكلم عن إجازة الملك سلمان حفظه الله وولي عهده الأمين، اللوحة الثالثة تتكلم عن ولاء نادي الرياض ومدينة الرياض. يعني قرأت الإعلان وشاركت مثل الجميع يعني، والحمد لله النص حالفه الحظ وفاز. ومن أنتج الأغنية يعني بعد نفسه؟ تولى النادي، يعني النادي صراحة في خلال فترة بسيطة نظم المسابقة وحكم النصوص واختارها وأنجزها تلحينها وإخراجها، ويعني هو الذي تم هذه المهمة. رائعة جدا، يا ريت لو تسمعينا هي بإلقائك وأسلوبك طبعا. طيب أنا لست لا أحفظ كثيرا يعني، ف من اللوحة الأولى إلى روح المؤسس، روح القصيدة أن تكون دليلا وتضيء وجه ظلامها قنديلا، يا ملهما وترى الشعور أناملي أهدتك نبض حروفها إكليلا، ليث أبى إلا الكرامة موطنا ملتد عيشا بعدها ومقيلا، دخل الرياض مع الأذان، دخل الرياض مع الصباح مهللا، فتطاولت خيل الرجال صهيلا، في كفه اليمنى أمان عدالة ويحيل باليسرى العدو دليلا، وأتى البيان مع الأذان مرتلا أن بايع عبد العزيز نبيلا، نثرت له نجد العذية غيمها فانساب يحيي ربوة وسهولا، روح المؤسس في الملوك تجذرت شادت سبيلا للعلا موصولا. الله صح لسانك، يعني فعلا كلمات رقيقة بس في نفس الوقت قوية، ما أعرف إذا كلامي منطقي لكن فعلا حسيتها ثقيلة كلماتك جدا دكتورة دلال. طيب بالنسبة للطقوس، يعني الشاعر يعتبر فنان، يعتبر يسرح بخياله، لازم يتخيل سيناريو معين، إيش الطقوس اللي يعني تجذبك أنت كشاعرة عشان تكتبين؟ فكرة الطقوس أصلا يعني أشعر أنها مثل خرافة، مثل الأسطورة يعني. إذا كانوا قديما يقولون الجن قرينة للشعراء، فالآن يقولون الطقوس الشعرية، لأن النص إذا حضر أو القصيدة إذا حضرت هي تفرض الجو وتفرض المكان وتفرض كل شيء. يعني ممكن تحضر وأنت في عز انشغالك، ممكن جدا، ممكن تحضر وأنت جدا فاضية، ممكن أنت نايمة في الليل تستيقظين لتكتبين القصيدة. ما شاء الله. طب قد صار لك موقف زي كذا؟ أنا إهداء ديواني، الإهداء في ديواني الأول كان يعني كانت عبارة مرت معي في الحلم وجعلتها يعني إهداء في الديوان الأول. وتذكرتي يعني صحيتي؟ صحيت وتذكرتي. ما شاء الله. إيش هي العبارة؟ نسيتها الآن، لكن أنت روح يقتات من الحلم أو حاجة من هذا القبيل. دكتورة دلال، اليوم بعد نجاح هذه الأغنية الجميلة وهذا التعاون الحلو اللي شفناه، هل ممكن أنك تتجهي إلى الشعر الغنائي أكثر وتتعاوني مع فنانين أكثر؟ إذا حصلت الفرصة ليش لا؟ أكيد. حلو، احنا جدا فخورين بك، وبالفعل شيء مره حلو، كلمات جدا جميله، وجود الشاعر السعوديه في الساحه الشعريه على مستوى العالم العربي جدا جدا مهم، واحنا نتشرف فيك دكتوره دلال. شكرا لوجودك معنا اليوم. مشاهدينا لا تنسوا انكم تتفاعلوا معنا عبر هاشتاغ برنامج سيدتي، ارائكم واقتراحاتكم وكل المواضيع اللي حابين نتكلم فيها. خلونا نطلع فاصل وراجعين.
حبيبي خدها ومنيني مش بس هو لباني صار من سمعاني ما غير يحلالي خلا من يرياتي يمش حلو عطره كل اللي كل عمره كل تحت عمره كل تحت عمره وين القى مثلك بالعمر يا صدري يا اجمل ستر فنانة بالعمر الغزل بس هي باسل طبعا ونيسكم خميسكم ونيس واجواءكم حلوه مشاهدينا وزي ما انتم شايفين جبنا لكم الدي جي لحد باب بيتكم لحد صالتكم اجواء جميله جدا مع ضيفنا اليوم اللي مميز في طريقته اللي اختارها مع دمج كل الوان العزف دمج الغربي والشرقي واختار هذا الفن اللي تميز فيه طبعا زي ما سمعنا دي جي باسل هلا وسهلا بك يا باسل والله شوف يا باسل يعني انا دا زمان كنت اسمع الدي جي زمان على ايام احنا ايام المساكين انهم يحطوا شريط ورا شريط اغنيه ورا اغنيه وكانوا يضحكوا علينا يقولون ترى هذا هو دي جي ترى انه الدي جي طلع حاجه ثانيه اي حاجه ثانيه طبعا هلا وسهلا بك يا باسل فكلمنا عن المكسر اللي معاك وعن الدي جي الاصلي الحقيقي زي اللي سمعناه دوبنا طبعا هذا المكسر اسمه الزد وفي طبعا تجي مكسرات كثير هذا افضل مكسر يعني والدي جي ممكن انه وراه وقف ورا الدي جي يعني دي جي يعني فلازم الواحد يدخل اغاني كيف ما انا شايفتك قاعد تسوي اشياء كثير يعني انت طول الوقت شغال على اشياء ايش هي دي الاشياء لازم الواحد يعني يدخل اشياء على اشياء على بعض كذا ودقه وكذا وتركيز طبعا مع الاغاني بتسوي ريميكس او حركات أيوة ريميكس ريميكس طبعا حلو يعطيك العافيه باسل فعلا بدايه ويكند موفقه يعني وجميله وسعدنا اكيد انه انت تكون معنا اليوم والله ودنا انك تقرب وتتفضل هنا عشان نكمل الكلام ونبغى نعرف مين باسل وكيف باسل بدا في هذا المجال حياك الله يا هلا وسهلا طب حكينا باسل شلون اخترت هذا المجال هذا طبعا كان من الصغر يعني كان هوايه فبديت انا تقريبا من 2011 مارست الشيء هذا وحبيته دخلنا في الاغاني الحمد لله من 2011 الى حد الحين كيف يعني تعلمت ولا هين لان شايف انا 6000 زر 6000 شيء فشلون ما شاء الله انت هاوي الشيء وتحبه فانا طبعا اخذت دوره فيه بابو ظبي برا حلو بعدين رجعت ومارست هنا حبه حبه وكذا مع ميوزك وكذا الحمد لله هو توفيق من الله يعني في بنات كثير صرنا نسمع دي جي بنات ومحترفات ما شاء الله زيك كيف تشوف اقبال البنات على انهم يصيروا دي جي وطبعا هذا المجال مليان يعني الساحه خلينا نقول بدات تصير مليانه ففي تنافس بين البنات والشباب عليه انا والله شايف ما شاء الله يعني بنات كثير دخلوا في المجال هذا يعني نايس ما شاء الله جميل يعني بس ايش تقييمك اليوم كونك انك بادئ لك ما شاء الله حتكمل 10 سنوات يعني والله انا اشوف انه يعني شيء رائع جدا للبنات يعني خصوصا الحين الفتره الحاليه انا شايف اقبال كثير من البنات على الدي جي ليه ايش السر
ممكن هواي عندهم او يحب الميوزك او كذا شيء كذا. بعدين احس يعني ريم وباسل الفتره هذه صاروا البنات حتى يشاركون في مهرجانات في مواسم فيعني يبغون انهم يبرزون بطريقه جديده خلينا نقول وفعلا يعني احنا فخورين فيهم لان ما هو بسهل للامانه يعني ما شاء الله يعني الواحد ممكن اذا كان في مكان مزعج يطلع برا يبغى يريح شوي بس انتم ما شاء الله يعطيكم العافيه تسعدون الناس وتسمعونهم اغاني حلوه ومستمرين في هذا المجال. طيب الحين بالنسبه لصناعه الاغاني يعني نعرف في دي جيز عالميين ومتاكده انك تعرف الكلام هم يصنعون نفس الميوزك حقهم يعني تشوف ان هذا المجال عندنا موجود الان في السعوديه وفي ناس في اسماء انها تصنع هذا ميوزك معروف تبع الدي جي فلان او الدي جي فلانه. والله حاليا عندنا يعني عدد قليل جدا يعني اللي يصنع ميوزك له يعني الدي جي لازم يكون له لايف ستايل يعني له بصمه في الاغنيه حقته يعني. ايش بصمه باسل؟ والله موجود عندكم اسمعكم ان شاء الله. سمعنا ايه باسل. انا بصمتي طبعا العب اللي هو اجنبي عربي كله ميكس يعني. يعني بتدمج لاحظت طبعا زي ما سمعنا بتدمج الشرقي مع الغربي بس حتى لو الأغنية بسيطة كده وبتخليها أغنية مجنونة طبعا ايه هذه الـ 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 يعني الموسيقى اللي بتدخلها هل هي عبارة عن مثلا إيقاعات بس أو أصوات بس أو إنها جاهزة وإنت بتحطها أو إنها بتحط كل واحدة على حدة يعني بتركب مباشرة على طول؟ طبعا أنا أخذ الميوزك طبيعي ايه فأحط عليه إيقاعات أسرع شوي يعني اضبطه كذا يعني نحط فيه حلاوه على ما يقدرون في الميوزك اللي هو هذا اللايف ستايل طبعا دي جي اللي يصير فيه بصمتك اللي حكيتنا اللي بتسمعنا اياه ان شاء الله بعد الفاصل لكن باسل بعد حكينا على الناس كيف تعرف اللي تحبه ريم واللي تحبه مها واللي يحبه مخرجنا سعد واللي يحبه مصورنا يعني لازم انت ترضي جميع الاذواق مو معقول احنا كلنا نفس الذوق بس احنا كلنا بنكون في نفس المكان كلنا احنا راح نكون في نفس المكان فكيف باسل يعرف هذه لازم يعني تحط كل شخص له اغنيه يعني مثلا في ناس يحبون الطق في ناس يحبون الديب هاوس في ناس يحبون العراقي في ناس يحبون الخليجي فانا احط كل شيء في ناس يقول لك فاجئنا فاجئنا بالاشياء الحلوه في ناس تحب الجديد في ناس تحب القديم بعد طبعا طبعا صحيح صحيح طيب عموما احنا مكملين معك باسل وبرضه نبغى نسمع الاشياء اللي فيها بصمتك تحديدا بس ما احنا نطلع هذا الفاصل اكيد ومشاهدينا ونذكركم تتفاعلوا معنا على هاشتاق البرنامج برنامج سيدتي كن بالبيت وخليكم معنا الان يمكنكم متابعه سيدتي بنسختها الاسبوعيه الكامله على موقعنا سيدتي.net كل جديدنا راح يوصلكم وين ما كنتم بالنسخة الورقية والإلكترونية سيدتي معاكم في البيت
ما ادري ايش يقولون، تسلم يدك ولا تسلم اذنك. الله يعطيك العافيه. انت اللي يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه. فعليا باسل، طبعا رجعنا لكم مشاهدينا مع دي جي باسل، بنكمل حديثنا قبل يعني ما نتطرق في الاشياء الجديه والاشياء اللي فعلا انت تبغى توصل لها. باسل، خلينا نتكلم عن تحضيرك. يعني قبل شوي كنا نتكلم أنا وياك، سألتك إذا أنت شاركت في موسم، قلت شاركت أنت في موسم الرياض طبعاً في البوليفارد على ما أعتقد في أحد المطاعم أو المقاهي. يعني عشان أنت تجي تعطيني بريفورمنس أو تعطيني يسمونه لايف، لا مش لايف شو، لايف شو ولا لايف شو يعتبر. طيب عشان أنت تعطيني لايف شو في إيفنت زي كذا، كم تحتاج وقت عشان تجهز البلاي ليست وتجهز نفسك؟ أحتاج تقريباً إلى 3 أيام ماكسيموم، 3 أيام يعني بالكثير. يعني تعمل ابديت؟ اي اعمل ابديت. حلو. نسوي لسته خاصه في الاغاني تبع الايفنت. يعني نفس الستايل اللي هم طالبينه. طبعا طبعا على حسب الايفنت، يعني اذا كان اولي ديب هاوس او الكترو او عربي او طبعا حسب الايفنت الموجود. نجهز يعني اغاني على هذا الاساس. بالضبط. حلو. جميل. اطول حفله جلست فيها تسوي الدي جي كم كان طولها؟ تقريبا كانت 8 ساعات. 8 ساعات متواصل. ايش اللي دفعك؟ يعني ايش اللي خلاك تستمر؟ حماس الاغاني، الميكسات الجديده، الناس، حب الناس، كيف لسه 8 ساعات؟ والله هو كلها كلها في وقت واحد، كلها حماس الناس والاغاني. حسيت بالوقت؟ طبعا انت لما تكون يعني دي جي تشوف الناس مبسوطه تنبسط انت اكثر يعني. ما ودك تطلع يمكن. طيب يعني فعلا نقطه مره مهمه اللي هو الجمهور. طب لو كان الجمهور ممل ولا يعني سوري بس يعني ممكن انه اكيد هو ما حيخليهم يصيروا مملين يعني بهذه الاشياء الحلوه اللي سمعناها. انت كدي جي ما راح تخلي الجمهور يمل طبعا. صح. لازم تخلي الجمهور من نجاحك انت تعتقد يعني في اعتقادك من نجاح الدي جي انه ما يخلي الناس كل واحد ماسك تليفونه ولا طبعا 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 لازم الدي جي يخلي الناس تشعلل على قولتهم فوق. وشيء جميل طبعا لما تكون دي جاي يعني وتخلي الناس تشعلل وتكون انت مبسوط يعني من شغلك، يعني تعطيهم طاقه تعطيهم انرجي. بالضبط. يعني حتى اللي دايخ يبغى ينام. جميل. طب كلمنا عن الحفلات اللي تحييها، ايش الاكثر اقبالا؟ حفلات مثلا الزواجات، الخطوبه، حفلات التخرج، النجاح، اعياد الميلاد، ايش اكثر شيء الناس يجيبوك فيه ويطلبوك؟ اللي هو حفلات اعياد الميلاد اكثر شيء. اكثر شيء بيكون لها ثيم خاص؟ يعني انت قبل شوي قلت اشياء انا صراحه ما اعرفها، تكنو وديب ديب هاوس ديب هاوس وحاجات زي كذا، كيف مين يختارها؟ انت ولا اللي حابه تجيبك مثلا او يجيبك يختار يقول لك ابغى كذا وكذا وكذا، ولا حيقولوا لك يلا انت وزوجك؟ على حسب، بعضهم كذا بعضهم كذا. وبعضهم مثلا يطلب لسته اللي هو 10 اغاني و11 اغنيه بعض، وبعدها يقول انت مزاجك. لا ايوه بس في اغاني اساسيه لازم تكون موجوده. بالضبط. والاعمار يعني هل تحط الاغاني على حسب الاعمار اللي الفئة اللي جايبينك مثلا او طالبينك؟ ايوه على حسب العمر يعني. اصغر عمر طيب لحفلة حياته؟ ما ادري بدي اسالك عشان بيبي شارك لانه صار يحطوا بيبي شارك كثير. صح. صح. تقريبا في يعني تقريبا صار كان بيرث داي يعني ولا شيء. اي في صغار يعني. في صغار اي فنرضي الجميع طبعا. ممتاز. طب باسل يعني لو انا مثلا عندي ايفنت او عندي مثلا بسوي البيرث داي حق ريم مثلا او نبغى يعني عندنا حاجه، ايش الاشياء اللي انا ادور فيها على دي جي او ايش النقاط اللي لازم نركز فيها؟ تواصلت مع دي جي، ايش الاشياء يعني اللي نسالها، النقاط اللي نركز عليها؟ لازم تكونوا تعرفون الدي جي هذا مين وشغله ايش واعماله، يسمعكم شيء من اعماله. لان قلت لكم لان كل دي جي يفرق يعني عن دي جي مختلف. مختلف. ممكن يكون دي جي قديم
يكون دي جي قديم مره يعني هو. الاغاني حقته مره قديمه يعني وقف عند في ناس يحبوا القديم ترى في ناس انا احب القديم انا مره احب القديم بس يمكن الناس اللي عزمته ما يحبون القديم صح طبعا انا ك يعني كشغلي انا احط القديم والجديد والوسط ما شاء الله عليك محترف يعني ترضي جميع الأذواق وجميع الفئات وجميع الأعمار باسل شكرا لك وشكرا على هذه الأجواء الحلوة اللي سويت لنا هي وطبعا حابين نختم الحلقة بريمكس حلو كده من عندك أكيد أكيد يشرفني أبعد دعونا لكم إن شاء الله تفضل شكرا لك شكرا لك مشاهدينا إحنا كده وصلنا لختام حلقتنا اليوم لا تنسوا أنكم تتفاعلوا معنا عبر هاشتاغ برنامج سيدتي أراءكم واقتراحاتكم وكل المواضيع اللي حابين نتكلم فيها ختاما أترككم مع دي جي باسل